الصباح مبعث للتفاؤل وولادة للأمل من جديد، يأتي الصباح حاملا معه أملا جديدا وأحلام قيد التحقيق. صباحات متجددة وأكثر إشراقا تبدد الظلام، ودعوا العصافير السعيدة تغني للوطن الخالد إنشودة الصباح الجميل، وكأنها أكثر من الإنسان إدراكا للصباح وأشد إحساسا به وأكثر تمتعا بجماله. أيها الصباح اليماني، رأيت الجميع معك ينطلقون بأمل جديد، بعيون تترقب الفرح القادم، وبقلب يخفق للأمل، وأمل يمحو ألم القلب. اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم وتصبحكم بالخير والتفاؤل، لأن الصباح زائر جميل يأتي في موعده كل يوم، ومن يترقب الصباح صابرا يلقى الصباح قويا. أيها الصباح، دعنا نتلذذ بطعم البن وبرفقة المشاهدين كل صباح من صباحات اليمن اليوم. سيدتي سادتي في كل مكان، أسعد الله بالخير صباحكم عبر هذه الساعة البرامجية المباشرة عبر شاشة قناة اليمن اليوم وعبر برنامجكم الصباحي صباح اليمن اليوم. سيكون لدينا اليوم فقرة رئيسية وهي عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، وسيكون لدينا أيضا فقرة فنية وفقرة صحية. وفي ظل الإيقاع السريع للحياة ومجرياتها وعدم توافر الوقت الكافي للتواصل الفعلي في عصرنا، هكذا أصبحت مواقع السوشيال ميديا هي الوسيلة المثلى للتواصل، وذلك سواء على المستوى الاجتماعي أو العملي أو حتى على المستوى العائلي. ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي فعليا تم كسر حواجز الزمان والمكان، فأصبح بإمكان أي شخص التواصل مع الآخرين في وقت مهما كان بعدهم عنه. في الحقيقة إمكانية التواصل بلا حدود مع العالم الخارجي التي تنتجها السوشيال ميديا، التي فتحت آفاق وفرضت إمكانية لكل البشر لتطوير حياتهم على كل المستويات. هذا بالطبع طبعا في حالة الاستخدام الصحيح لهذه الإمكانيات. فالسوشيال ميديا هي آفة مدمرة لمن لا يستطيع ترويضها. حول هذا الموضوع يسرني أن أستضيف الدكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي. صباح الخير دكتور علي، ونورت برنامجنا صباح اليمن اليوم. صباح الخير يا أستاذ صبري، صباح الخير لليمن السعيد كله، أهلا وسهلا بالوطن العربي جميعا. حقيقة الموضوع غاية في الروعة، ممكن زي ما بنقول كده موضوع العصر، أو لا يخلو فرد إلا وإما بيعاني بالإيجاب أو السلب، اللي هي الأكثر تأثرهم سلبيات السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي. طيب يا دكتور علي، وسائل التواصل الاجتماعي تفتح أبوابها أمام الجميع لإنشاء حسابات، لو تحدثنا عن تحدثني وتحدث المشاهدين عن الأضرار النفسية لذلك. طبعا ده في أضرار نفسية خطرة جدا، ولكن تيجي نقسمها، يعني نقول مثلا الأضرار السلبية، وذكرني طبعا وخليك معي إن شاء الله. الأضرار السلبية للطفل بما أننا أطفال، ثم المرأة، ثم الرجل، ثم المجتمع ككل. نبدأ بالأضرار السلبية للطفل. تعالى نيجي نقول الأطفال إيه الاحتياجات الرئيسية للأطفال. اكتشاف العالم من حول، واكتشاف العالم اكتشاف حقيقي وليست افتراضي. التواصل الاجتماعي بيعمل اكتشاف ايه؟ افتراضي، ليست حقيقي، ليست فعلي. هيكون تواصل في عالم افتراضي، في عالم افتراضي ليست حقيقي. الاشياء ليست مجسمه، لان الطفل في مرحله التعلم بتاعه بيتعلم بثلاث انواع: اما التعلم البصري انه يشوف الاشياء بصريه، او السمعي يسمعها، او الملموس. ولازم الثلاث حواس دول يشتغلوا علشان يكون عنده الانتماء الصحيح، ويكون عنده البناء النفسي الصحيح. لكن العزف المنفرد اللي بيعمله التواصل الاجتماعي، اللي هو بس منفرد على الاجهزه اللوحيه اللي هو معاه، سواء الالعاب، وده اكثر شيء واكثر خطوره، الالعاب الالكترونيه اللي بيلعبها الاطفال، فلا يكتسب. مثل الببجي والحوت الازرق. نعم، الببجي والحوت الازرق وماري، مجموعه العاب حقيقه مدمرة يا دكتور. عايز اقول لك ان كويس انك اشرت للنقطه دي، ان منظمه الصحه العالميه اخر تقرير ليها انفردت بالادمان، الادمان نفسه اللي هي الاضطرابات الادمان دي، بعيد عن الدليل التشخيصي للاضطرابات ككل. يعني احنا عندنا في العلاج النفسي والتاهيل النفسي كل الامراض لينا دليل تشخيصي كده، زي كود او بروتوكول، قانون، ولكن
خرجوا طلعوا من خارج هذه الاضطرابات الإدمان، عملوه كود لوحده. فبنسألهم ليه خليته الإدمان لوحده؟ فقالوا لأني ما فيش مرض تعدى ال 11% ما عدا الأمراض الوبائية زي الطاعون زي الكوليرا زي الملاريا وخلافه. قالوا إن الإدمان السلوكي سواء المواد الكحولية والمخدرات وكذلك الأمر الألعاب الإلكترونية تعدت ال 11%. مصيبة يا مصيبة يا دكتور يعني. فلذلك تم إحالتها لدليل تشخيصي وحديها وسموها حقبة الدليل التشخيصي. طيب نرجع لمرجوع الأطفال. الأطفال لازم يتعلموا، والتعلم عندهم لازم يكون الموضوع يدوي، يحسوا يستمعوا لولي الأمر. أنت يا مستر صبري خليني ربنا عندك أولاد هيتعلموا منك بابا مثقف عنده نوع من الحضارة، عنده ملم بالحضارات العربية جميعا، عنده أبعاد تاريخية قوية جدا. عندنا اليمن كله أصول تاريخية، أبو العرب في التاريخ والأصالة والعراقة. لو الأب أو الجد ما عملش الاتصال والتسلسل حقيقة لهذه المعلومات هيبقى الطفل نوعه ايه؟ سطحي. وده اكثر مشكلة. ان خلينا نروح للمرحلة الثانية من بعد الطفولة لمرحلة المراهقة اللي هي من بعد سن 9 سنوات مثلا، بالضبط بنسميها نقول البلوغ. من بعد البلوغ يعني سواء كان البلوغ مبكر او بلوغ متاخر ايا كان هي مرحله المراهقه. وعشان برضو ما نشغلش الساده المشاهدين، مرحله المراهقه حاليا اضموها تبع فئه اقرب للطفوله لانه ما يكونش حصل له النضج الكامل، لم ينضج النضج الكامل. فمرحله المراهقه دي المفروض في مرحله المراهقه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لمرحله الصلاه اضربوهم. وانا بالنسبه لي الضرب يعني الالزام انه يلتزم بالصلاه من سبع الى تسع سنوات. فالالزام دي معناها ان هو عنده عمق. لكن التواصل الاجتماعي التاثير السلبي دي على المراهقين خلاهم سطحيين، ودي أكثر مشكلة. سطحي في مرحلة المتوسط أو الإعدادي، مش عارف المسمى الصحيح باليمن، متوسط أم إعدادي؟ يعني المرحلة المتوسطة هي إعدادية. في المرحلة المتوسطة دي لو تم فيها السطحية ما يكونش عنده بناء معرفي، يعني ما تعلمش يعني إيه مادة العلوم، يعني إيه مادة الرياضة، يعني إيه التاريخ، يعني إيه الأدب، يعني إيه اللغة. فبالتالي أصبح يتناول الموضوعات بسطحية. فطفل سطحي معناها إنه مراهقة سطحية، هيبقى المشكلة أكبر في الشباب. والمشكلة يا دكتور عفوا يعني كانوا الأطفال يعني إلى سنوات ما قبل السوشيال ميديا مثلا في سن بعد 9 سنوات أو قبل أو حتى يعني بعدها يروحوا الأندية الرياضية يتحركوا يمارسوا هوايات. يعني دلوقتي أنا بحس أنه أنا عفوا يعني ما بقصدش هنا بس في مصر، في أغلب الدول الأطفال بقوا خاملين. يعني خلاص كل واحد ماسك الأيباد أو التابلت أو التليفون وخلاص ما فيش حركة. يعني ودي كارثة أنه إحنا يعني بننشئ جيل خامل، جيل كسول، صحيح. جيل منهك جسديا يعني. صحيح. وعايز أتفق مع كلامك أنه مش بس الشكل الجسدي، كمان الشكل الإبداعي والابتكاري. أصبح الأطفال عندهم قدرات الإبداعية والابتكارية قلت جدا وانحدرت. زمان لما كان الجد أو الجدة بيقول لنا قصة أو حدوتة على اختلاف المسميات كانت بتعمل عندنا الفكر التخيلي الإبداعي صح. يا إما يعرف يقول قصة أو أنشودة أو يكتب شعر أو يرسم أو حتى يرسم يعني على حسب صحيح. الحدوتة أو الحكاية إزاي يخلي القصة مصورة أو يتخيلها هو أو ينمي من قدراته. فده تراجع بسبب السوشيال ميديا، وأصبح أنه حاليا إما معظم المراهقين في برنامج، أن البرنامج ده خطر جدا جدا اسمه تيك توك، عبارة عن تسجيل ثواني من المادة فيديو معين، ما هو إلا تقليد أو محاكاة لبعض الأعمال شبه الأعمال الفنية، لا أقول عليها ولا ترتقي للأعمال الفنية، شبه الأعمال الفنية إنجاز التعبير يعني. وده حل معظم المراهقين، فخلى عندهم نوع من السطحية، اختزال الموضوعات. في موضوعات قومية وموضوعات عربية مهمة جدا تم اختزالها. مش بس كده، تبديد الهوية. احنا كده انتقلنا لمرحلة الشباب،
اللي هم عماد الأمة، اللي هم على أيديهم تبنى المجتمعات وتعمر المجتمعات. لما يكون مبدد الهوية، ما عندوش انتماء لوطنه، ما عندوش انتماء لبلده، الوطن العربي الكبير، انتماء لليمن السعيد، انتماء للأصالة، انتماء لشهداء هذا البلد الأصليين اللي هم وطنيين بالفعل لهذا البلد، فساعتها هو أصبح سهل جدا ينقاد أو يكون تابع، ما يكونش عنده التحقيق الأمور. لو قلت له أعمل تحقيق قبل سماع مادة معينة أو محتوى معين على السوشيال ميديا، ما بيعرفش يعمل تحقيق. هو بنسميها نظرية التبعية، التبعية المطلقة، يتبع كل ما هو ظلام، ودي مشكلة خطيرة جدا، كثير جدا من الوطن العربي حاليا بيعاني منها للأسف، وشبابنا أصبحوا واقعين في هذا المعترك وبسبب السوشيال ميديا للأسف. يعني يمكن السوشيال ميديا كان أخطر مجتمعات أضاقت منها المر وأثرت فيها تأثير سلبي هي الأوطان العربية والمجتمعات العربية، وتبديد قوي جدا جدا في الكيان المجتمعي. يا دكتور، تقريبا على أيامي وأيامك كنا بنكتب. نعم. كنا بنمسك القلم ونكتب يعني. صحيح. الآن يا دكتور، خلال السنوات الماضية، يمكن الأربع الخمس سنوات، بشوف أن الأطفال أصبح متأثر باللمس بوسائل الاتصال، مما أثر على قدرته على الكتابة والإبداع. صحيح. فأعتقد يا دكتور أنه خلال السنوات القادمة ربما يكون لدينا جيل لا يستطيع الكتابة، جيل يعني تعود كله على اللمس. صحيح. فدي مشكلة أعتقد حنواجهها، أنه حيكون معنا جيل مش عارف يكتب، حيمسك القلم ومش عارف يكتب. ده حقيقة المقيسة على كذلك الأمر، أنه مش هيعرف يكتب. الخطوط العربية اللي هي أجمل خطوط في العالم كله، الكوفي احنا كنا بنستمتع، لما بنقلد الخط الديواني والكوفي. صحيح. يمكن بعد سنوات الطفل مش حيقدر يكتب اسمه يعني. خلينا لو عملنا نزلنا أنا وأنت دلوقتي لأي مجتمع وأخذنا شوية صور لخطوط عربية وجبنا حد من المراهق، مش عايز اقول للشباب عشان ما نحرجش الشباب، خلينا نقول مراهقين، وورنا له صور الخطوط دي وقلنا له ده يعني ايه الخط ده، او حتى ورنا له خط معين قلنا له ايه اعمل له قراءه او احصل له قراءه، هو ما عندوش الخط، مش بس كلام، ده صوره وانتماء، صوره وانتماء، فبالتالي كتير جدا جدا مش هياخد باله الموضوعات دي كتير جدا. حتى كمان حصل انحراف في اللغة بسبب التواصل الاجتماعي، نسموها يعني لغتنا الأم اللغة العربية، بجميع اللغة العربية، مش بس كان نطق العربي الصحيح، ولكن ملمسها ومذاقها في اختلاف النطق، في اختلاف اللهجات. يعني اللهجات دي ده مذاق اللغة العربية، ان ده اللي اضاف لها رونق، ان اليمن ليهم لهجه غايه في الجمال، الدول الشام ليهم لهجه خاصه، مصر ليهم لهجه قويه، الخليج كذلك الامر، اللهجات دي اصبحت حصل لها نوع من التداخل اللي فرنك عربي، فده برضو اثر على هويتنا وعمل تبديد لهويتنا، برضو باثر على، اكيد هياثر كتير جدا على الشعب. يستخدموا مصطلحات انجليزيه دايما في مخاطباتنا اليوميه في غير موضحها كمان. طيب يا دكتور علي، يعني قبل 15 سنة 20 سنة كان دائما احنا بنقول انه التلفزيون هو الأب الثالث في الأسرة. الآن يا دكتور أصبحت الأجهزة الذكية أو مواقع التواصل أصبحت تقريبا هي الأب الأول في الأسرة. من يتحمل ذلك؟ الأب، الأم؟ طيب الأب يكون مشغول في عمله، الأم بتكون أيضا مشغولة مثلا بالأمور المنزلية، فالآن يعني كارثة انه هذه الأجهزة أو هذه المواقع أصبحت هي الأب الأول المسيطر على الأطفال، من يتحمل مسؤولية ذلك؟ صحيح، المسؤولية هنا قسم مشترك. خليني برضو أقول لك أن حتى المرأة تأثرت سلبا بالتواصل الاجتماعي. تأثرت سلبا بإيه؟ أن كتير جدا استطاع التواصل الاجتماعي لما تنشر حالة ليها، أو في بعض المناطق العربية بيتصوروا النساء في صور في أماكن وخروجات معينة، يتبدد أو يأتي إلى ذاكرة النساء أن صحباتي وأقراني يتمتعوا بحياة وعندهم استمتاع وجودة حياة أعلى من اللي عندي، رغم أن دي اختزال لمعنى الحياة،
واختزال للحياة. مش معنى ان انا اتصورت في مكان ان اشعر بالسعادة، فهنا يفضل التفكير الناس دول قد ايه سعداء، الناس دول قد ايه متفوقين، فيحصل نوع من الاحباط النفسية. الجزئية اللي انت اشرت ليها، مين المسؤول؟ كلنا مسؤولون، سواء الاب مسؤول والزوجة مسؤولة اللي في البيت. البيت ايه اللي محتاجه في الجزئية دي؟ انه يكون عنده قواعد. احنا موجودين في البيت في ساعات معينة للجلوس على التواصل الاجتماعي. حسب الدراسات الأخيرة في علم النفس الاجتماعي بتقول ان اكثر من 15 دقيقة في اليوم في الساعة الواحدة، سوري، 15 دقيقة في الساعة الواحدة تقضى على التواصل الاجتماعي. معنى كده ان 15 دقيقة على مدار اليوم، على مدار العمر، انا كده ممكن يضيع تلت عمري مش في النوم، تلت عمري على التواصل الاجتماعي. مشكلة فعلا. طب والانتاجية؟ ماذا انتجنا؟ ماذا قدمنا؟ ماذا تعلمنا؟ يا دكتور علي، تقريبا الغرب لما صنعوا هذه الاشياء صنعوها من اجل ينتجوا ويبدعوا ويبنوا ويبتكروا. للاسف يعني انا اتكلم بصراحه انه احنا العرب اسانا استخدام هذه الاشياء. ده حقيقي. انت ذكرت مثلا على موضوع النساء في المقارنه، انا بشوف حاجات مثلا يعني حاجات غريبه مثلا مش عارف يعني مثلا لما بتصور الاكل اصبحنا نسيء استخدام. يعني انا بستخدم النت او الجاز عشان اصور الاكل، او عشان انا واقف في الشارع، او عشان انا رايح مكان معين. احنا العرب سانا استخدام هذه الاشياء. يعني وفي حاجه عفوا مش مهمه. يعني صحيح، صدقت. يعني انا اكون واقف جنب شجره اصور الشجره ليطه. طيب دخلت مطعم يعني اكلت اكله معينه يعني ضروري اصورها. أسانا استخدمنا، أصبح عندنا مليارات من الصور الغير ضرورية. صحيح. عايز أقول لك إن كنا لو كنا بنشكي إن الآخرين بيتعدوا على خصوصيتنا وعلى حياتنا الشخصية، إحنا اللي أخلينا حياتنا الشخصية وخصوصيتنا على مرأة ومسمع العالم كله. بالإضافة أنا يمكن من أنا في منهج علم النفس أنا أؤمن بالحسد، لأنه مذكور في القرآن والثقافة العربية موجود فيها الحسد. كذلك الأمر حتى في الثقافة اليابانية المتحضرة مذكور عندهم الحسد ومؤمنين جدا بالحسد. مش كل الأعمال اللي احنا بنعملها يتم نشرها على التواصل الاجتماعي. وفي ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. فمش معنى ان انا رايح مشوار اني انشر هذا الموضوع، بالاضافه ان قد يحدث بعض المشكلات. خليني ارجع تاني للمراه، توجد ذئاب التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، قد في المراه العربيه عموما، ولا اقصد مراه معينه. صحيح. كلنا بنعاني منها. آخر إحصائية بتقول إن ارتفاع نسب الطلاق في الوطن العربي بسبب السوشيال ميديا. يا إما الست حد أغواها، الأغواها مش معناها إنها وقعت في الرذيلة أو الحرام، أن لا أجرؤ اتهام كده، ولكن جزئية إن الست حد يقول لها كلام جوزها ما يعرفش يقوله، حد يلقي على مسامعها بعض المشاعر الكاذبة، المدح انت بتستهلهوش، انت تستحقي افضل من هذه الحياه، انت جميله جدا. بالضبط. كل هذه الحاجات الخداعه اللي هي تعد من ادوات ابليس للفرقه والتوقع. قد توصل يا دكتور عفوا، قد توصل ايضا الى الابتزاز. ده حقيقي. الابتزاز المالي ويعني وغير المالي. حقيقي جدا جدا جدا. ده بيحصل وسبب كوارث كثيره جدا في الطلاق وعمل قطيعه رحم بين الناس. توصل ايضا الى حد التحرش بالاطفال. ده برضو دي كارثة. يعني دي أكتر مشكلة. يمكن حاليا في دراسة بيتم عملها في جامعة عين شمس عن الاستخدام السيء للألعاب الإلكترونية المتواصلة زي بابجي، زي الحوت الأزرق وخلافه، يتم فيها فعلا ابتزاز الأطفال. أو إن دي ما بتفرقش ما بين سن، يعني ما بتحطش الجروب على سن، فتلاقي بعض الحاجات الصوتية إن بيحصل ابتزاز وتحرش لفظي للأطفال، وده بنسميه التحرش الإلكتروني. احنا ما لقيناش ليه مصطلح غير التحرش الإلكتروني، وده برضو من الآثار السلبية للتواصل الاجتماعي. لما الغرب عمل التواصل الاجتماعي، علشان الغرب عندهم فرقة في أصلا في المجتمعات. صحيح. الأسرة نفسها مفككة. مفككة. يعني.
لكن احنا لما جينا استخدمنا كنا مترابطين جدا ففككنا. فده بيخلينا ما يصلح في مجتمعات لا ليست بالضروره يصلح عندي في المجتمعات العربيه. في المجتمعات العربيه فهم عندهم ممكن يكون قرب الناس شويه، لكن عندنا احنا عمل تبديد وعمل تكسير للمجتمع، خلى الناس اكثر عزله، ساعد في العزله، ساعد في التفرقه، ساعد في اختلاف وجهات الراي. مش بس كده، لو اتكلمنا كمان على التاثير للمجتمعات اكثر، حصل نوع من التفرق والعنصريه ونشر المواد العنصريه بين المجتمعات. يا دكتور عفوا على ذكر العزله اللي انت ذكرتها، احنا طبعا بنتكلم بشكل عام بنخصص مجتمع يعني بعينه. نعم. حتى في وسائل النقل العامه لما بتركب القطار، بتركب المترو، بتركب وسائل يعني كنا زمان انا لو اجلس جنبك في القطار يعني بتعرف عليك. صحيح. وانا مسافر من مدينه الى اخرى، او حتى في الطياره ممكن نتجاذب اطراف الحديث ونخرج بصداقه ناجحه. صحيح. الان انا اشوف الشباب العربي منعزل عن بعضه، يعني في وسائل النقل الكل شابك حط السماعات، الكل ماسك، بتحس حتى انت لما يعني بتدخل وسائل النقل بتحس انك ايضا انسان غريب، يعني كل واحد بيستخدم التليفون، كل واحد شابك السماعات، اصبحنا يعني متشابكين بس كل واحد بعيد يعني. صحيح. السماعات خلاص عملت حواجز، الاجهزه دي عملت حواجز. حتى لو عاوز اسالك بقول خلاص مش عاوز ازعجه، عاوز اسالك على مكان معين، حروح مكان معين. فدي كمان عملت يعني عزله، ويعني واحنا شعوب عربيه اسلاميه مشهوره بالكرم وكمان بالتواصل يعني. صحيح. في دي نقطة مهمة أنه كمان عملت عزلة. ده حقيقي. وأقصد بالهنا بالكرم أني الدليل أو أن أنا أفيدك بخبرات المعرفية للمكان. يعني لو إحنا مثلا موجودين في حي الزمالك في مصر وأنا عايز أروح مكان معين، أو في الدقي أو في المهندسين أو في المعادي عايز أروح مكان معين، فأسألك أو استشيرك. ما بلاقيش حد أسأله. لا ده حقيقة يعني، فتقول أنا مش عارف هو بيتكلم كلام مهم ولا أسأله إزاي وهو فعلا حاطط السماعات ومنعزل في كيان بعيد. ده لو حصل حاجة هو مش عارف يعني. بالضبط جدا، أثرت علينا، خلت فعلا بعيدين عن بعض يعني. طبعا ثقافة وجعلناكم قبولا قبائل وشعوبا لتعارفوا يعني. طبعا فخلت عندنا حتة التعارف دي وحتة الترحابية، فبالتالي حصل نوع من المشاكل الخطيرة جدا بين الأفراد. فعلا أنت إشارة جيدة أنك التمست هذا الموضوع. الجزئية كمان الخطيرة جدا على الكبار في السن. الكبار في السن لما بيفتقدوا ناس من شبابه، من اللي في جيلهم، محتاجين الصغيرين يساعدوهم، محتاجين الأصغر منهم في السن يتواصلوا معهم. أب أو جد ما لا يجيد استخدام الأجهزة اللوحية، حياته تبقى عاملة إزاي وهو في ظل أنه ويتحتم عليه من واجباتنا أن احنا نتواصل معاه ونعلمه ونقرب منه. لكن أنا موجود مع والدي أو جدي وكأني مش موجود، ماسك التليفون ومفيش بيننا أي تواصل، فده بيعمل مشاكل خطيرة جدا نفسيا. يا دكتور، وسائل التواصل الاجتماعي هي أدوات طبعا تستخدم قوة وفاعلية الانترنت والتكنولوجيا الحديثة لخلق أندية تفاعلية أونلاين يعني. هل ذلك يجعل الإنسان أن يظل مرتبطا بهذا العالم الافتراضي؟ ده حقيقة خلاته مش مرتبط بس، كمان حصل له نوع من الإدمان لهذا العالم الافتراضي. وإن العالم الافتراضي زي ما أشرت لي إن هو مثلا يتوقع ان مثلا لو سافر مثلا مكان في الغرب هيجد فيه جودة حياة وتعامل افضل من الموجود هنا، وده عكس الواقع تماما. لما سافرنا سواء حضرتك او انا وعملنا دراسات او شاركنا في مؤتمرات، لا، صخب الحياة وسرعة الحياة عندهم برضو، احنا كثقافات عندنا جزء التواصل وصلة الرحم يمكن اثر سلبيا على صلة الرحم. من اكثر الاثار السلبية صلة الرحم وتبديد صلة الرحم في التواصل الاجتماعي. فمش كل اللي احنا مدركينه او تعلمناه في التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي حقيقة، بالعكس قد احيانا بيكون وراها مغزى معين واتصال معين. زي على سبيل المثال اساءتني المفهوم الحريات، ده ممكن الحريات التواصل الاجتماعي اساء المفهوم الحريات. دايما احنا قبل ما بنتكلم عن الحريات او حرية المجتمعات بنتكلم عن الأفضلية أو الالتزام العام أو الانتماء العام أو الصالح العام.
احنا ما فهمناش الصلاح العام وطلبنا ونادينا بالحريات ومش فاهمين يعني ايه الصلاح العام، فده أثر تأثير سلبي على الأوطان والمجتمعات، وده بسبب برضو عزلتنا في العالم الافتراضي، وخلى الأشخاص ده لما كانوا اجتماعيين وترحيبيين خلاهم أكثر غربة، أكثر عزلة، أكثر خوف. فعلا التواصل الاجتماعي زاد في حتة الرهاب والخوف لدى أشخاص بالغين، مش بس صغار، لا بالغين وكبار، خلى عندهم التعامل الحقيقي ما بيعرفش يتعامل حقيقيا سواء في الشراء أو البيع. كان زمان معروف ان التجار اليمن من امهر التجار ومن اشطر التجار، وما زلنا يا دكتور ده حقيقي. طيب ماشي، ما هو لغايه الان بالنسبه لناس تانيين احنا تراجعوا هم، فانتوا كمان حصل تراجع للصف كله، يعني سواء لكل التجار فحصل تراجع. طيب هو حصل تراجع للكل، لكن زمان كنتوا تجاراتكم وصلت لكل المكان، ونشرت الثقافه الاسلاميه في كل مكان، ونشرت الثقافه العربيه في كل مكان. لكن دلوقتي لو قسنا حجم التجاره العربيه، مش عايزه اكيد متدني اكيد حصل ايه انحدار ليها، حجم انتشار المنتجات العربيه سواء المنتجات الهاند ميد اللي هي المصنوعات اليدويه، الحرف اليدويه ده كمان اثر بالسلب عليها، يمكن ده تاثير سلبي خطير جدا. الحرف اليدويه تاثرت سلبا بالتواصل الاجتماعي. زمان كانت السيدة العربية بتشغل وقت فراغها هي والأخريات بالحياكة، أعمال إبداعية، مشغولات بتصنيع أشياء معينة جميلة، مشغولات صحيح لما للاستخدام المنزلي أو للتجارة بها. لكن حاليا أصبح كل الحاجات اللي بتشتريها مستوردة أو حاجات جاهزة، حتى ترتيبات الأمور المنزلية حتى بنشتري دلوقتي عبر النت، يعني دي طبعا ده الناس كانت تنزل تتسوق الآن خلاص تحتك ببعضيها، ويحصل في نوع من التفاعل، وأعرف الذوق العام عايز إيه، وأعرف كمان مثلا بيئة معينة زي بيئة اليمن أو البيئة المصرية أو البيئة الخليجية إيه المناسب ليا أو إيه المتماشي معاه، فأبدأ أصنع وأنتج هذا العمل. لكن حاليا عفوا يا دكتور، حتى كمان هذا بيعرضنا للخدع أثناء الشراء. نعم. يعني أنت مثلا عاوز تروح تقضي إجازتك في مكان معين، مثلا بتشوف الأماكن المعينة اللي ممكن أروح أن أنا أقضي إجازتي فيها، بتشوف الصورة مبهرة للفندق أو للمنتجع أو للشاليه أو صحيح. لما توصل على أرض الواقع بتشوف أن الفندق النظيف ده عكس الشاليه، مش نظيف المكان، غير كويس المطعم، مش نظيف. صحيح. حتى لو عاوزين نشتري منتج معين عبر التليفون، بتشوف الصوره جميله لهذا المنتج. صحيح. عاوزين نشتري ملابس او جهاز او اي شيء يعني. صحيح. فبنتعرض للخدع، كله مزيف. صحيح. عايز اقول لك زي ما اشرنا في الاول مع حضرتك استاذ صبري، التحقيق، معرفه حقيقه الاشياء وفحصها، لا اصبح حاليا في تراجع في التحقيق والفحص، طالما وبايدنا بنقيس جوده الاشياء يا اما باللايك او الكومنت او الشير، بالتعليق او الاعجاب او المشاركه، فكل مكان الصوره او زي ما انت قلت المنتجع او الشاليه او حتى الملابس او حتى المطعم واخد مشاركه او عليه تعليقات كثيره او عليه اعجاب كثير، فده معناه انه جيد، وده طبعا مش مقياس، بالعكس دي بتختلف الاذواق، ولكن تبقى التجربه الحقيقيه للشخص نفسه. طيب يا دكتور، مواقع السوشيال ميديا هي تقوم عادة بجمع قدر كبير من المعلومات عن الأشخاص، ألا يعد ذلك انتهاكا لخصوصية الإنسان؟ ده حقيقي على فكرة. حاليا في دراسات علم النفس الاجتماعي في أمريكا بتقول إن مش بس كده، أصبح حاليا ممكن توجيه الرأي من خلال التواصل الاجتماعي. انتخابات زي الانتخابات الأخيرة اللي حصلت في أمريكا خلت، ودي دراسة نشرت في نيتشر، دي نشر دي مجلة علمية قوية جدا لدراسة البحوث، فبتقول الدراسة دي اني عندي تجربة نشر مادة معينة على التواصل الاجتماعي خلوا الناس يشتروا المنتج ده. مش بس كده، لو انا فضلت على مجتمع معين انشر بس الاخبار السيئة والاخبار السلبية، حقيقة بأثر على المزاج العام لهذا المجتمع أو لهذه الفئة. لو أنا فضلت أنشر أحداث وأخبار سلبية وأنشر موضوعات كاذبة، أو أن أنا أعمل سكوب أو أن أنا أعمل فوكس على
مادة معينة وأعمل تناول لمادة معينة سلبية تؤثر سلبا على هذا المجتمع، في حين أني أنا لو فضلت أنشر مادة إيجابية وأنشر موضوعات إيجابية وتناول موضوع إيجابي هينعكس بالإيجاب على المجتمع. يمكن الدراسة دي حصل فيها مقارنة ما بين سويسرا وحصل فيها ما بين مقارنة ما بين أحد الدول العربية في نفس الموضوعات. هنا ابتدوا السوشيال ميديا خاصة الفيسبوك بينشر مادة إيجابية وبيخلي أول ما تراه هو موضوعات إيجابية، وفي مكان تاني أول ما تراه موضوعات سلبية. وبعد كده قاس الحالة المزاجية من خلال مشاركاتك أنت وتعليقاتك أنت، هل كانت أكثر حزنا وأكثر استياء وأكثر رفضا ولا أكثر تقبلا وإيجابية واستمتاعا، وحالة الشعورية اللي عندك حاليا. احنا للأسف حتى في الدراسات النفسية والاجتماعية بينا فعلا بنستخدم التواصل الاجتماعي لقياس المزاج العام. يمكن حاليا الجمعية الأمريكية لعلم النفس وصلت للمقياس من خلال ان انا اعمل تتبع اخر اسبوعين للمنشورات بتاعتك اعرف الحالة المزاجية اللي انت فيها، زي ما انت اشرت انتهاك للخصوصية بتاعتي. طيب دكتور، استاذن حضرتك انه ننتقل الى الفقرة الصحية، حيث ساعة المقاومة المشتركة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن نطاق خدماتها الطبية المتنقلة لتشمل المناطق الجبلية البعيدة عن مركز المديريات في الساحل الغربي، عيادتان متنقلتان مع كامل كادرهما الطبي وصلت إلى قرية الدروبي الجبلية في مديرية موزع بمحافظة تعز، وباشرت عملها الإنساني وسط ارتياح كبير في أوساط الأهالي. طبعا الفريق الطبي بدوره أكد أن توسيع نطاق الخدمات الطبية في الساحل يأتي بناء على مسح دراسة لمختلف القرى الجبلية في مديريتي موزع والوازعية غربي محافظة تعز، والبدء بتلبية الاحتياجات الملحة في الجانب الصحي لتخفيف معاناة المواطنين ويعاني سكان القرى والمناطق المستهدفة من صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية. طبعا أكيد جرى عورة الطريق الأمر الذي جعل من استحداث هذين المركزين ضرورة لتقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق النائية والتخفيف من أعبائهم. وتنتشر أمراض الجهاز التنفسي للأسف بكثافة لدى سكان المناطق الجبلية في موزع والوازعية، فضلا عن الملاريا والحميات الأخرى بشتى أنواعها. الفريق تمكن من تقديم الخدمات في يومه الأول لنحو 83 حالة، معظمها مصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي تزيد بشكل لافت خصوصا مع دخول موسم الشتاء البارد. وسعت المقاومة المشتركة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نطاق خدماتها الطبية المتنقلة لتشمل المناطق الجبلية البعيدة عن مراكز المديريات في الساحل الغربي، عيادتان متنقلتان مع كامل كوادرهما الطبي وصلت إلى قرية الدروبية الجبلية في مديرية موزع بمحافظة تعز، وباشرت عملها الإنساني وسط ارتياح كبير في أوساط الأهالي. يهدف معنا في هذه المنطقة المحرومة من العلاجات، وعندنا يوجد يعني كثافة سكانية للأمراض، ولم توجد عندنا وحدة صحية في هذه البلاد المنطقة. هذه المنطقة منطقة الدرابي يعني بعيد عن المواصلة وعن الخطوط، وهي تابعة هذه المنطقة منطقة الدرابي لمديرية موزع محافظة تعز. الفريق الطبي بدوره أكد أن توسيع نطاق الخدمات الطبية في الساحل يأتي بناء على مسح ودراسة لمختلف القرى الجبلية في مديريتي موزع والوازعية غربية محافظة تعز، والبدء بتلبية الاحتياجات الملحة في الجانب الصحي لتخفيف معاناة المواطنين. توجهت العيادة المتنقلة إلى مديرية موزع قرية الدرابي قرية جبلية معزولة نوعا ما عن الخدمة الصحية. قمنا بزيارتها سابقا، وجدنا وجود أمراض منتشرة في أوساط الساكنين، واستقبلنا المرضى أعطيناهم العلاجات. كانت الأمراض منتشرة مثل التهابات الأمراض الموسمية مثل التهابات الرئوية والملاريا.
ويعاني سكان القرى والمناطق المستهدفة من صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية جراء وعورة الطريق، الأمر الذي جعل من استحداث هذين المركزين ضرورة لتقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق النائية والتخفيف من أعبائهم. وليس يوجد لدينا أي تنجيزات، يعني مقطوع المسافة ومسافة بعيدة، ولا يوجد عندنا مواصلات، ولا يوجد عندنا أي حاجة. وتنتشر أمراض الجهاز التنفسي بكثافة لدى سكان المناطق الجبلية في موزع والوازعية، فضلا عن الملاريا والحميات الأخرى بشتى أنواعها. الفريق تمكن من تقديم الخدمات في يومه الأول لنحو 83 حالة، معظمها مصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي تزيد بشكل لافت خصوصا مع دخول موسم الشتاء البارد. يسرني أن يكون معي عبر الهاتف الدكتور علي موري، مدير إدارة القطاع الطبي للهلال الأحمر. دكتور علي، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباح الخير. دكتور، في البداية بركة جهودكم، ما هو الجديد لديكم خلال هذا الصباح؟ والله يا أخي العزيز، طبعا بعد تحرير المناطق في الساحل الغربي كانت الخدمة الصحية منعدمة تقريبا نوعا ما، فكان العاصفة على ساحل الهلال الأحمر الإماراتي بتولي هذه المهمة الصعبة، وخصوصا بعد تواجد الناس والنزوح إلى الساحل كون المخا والفوخة تعتبر منطقة آمنة. الكثافة السكانية أنتجت أمراض جديدة والأمراض الموسمية، ثم فصل الشتاء، فكان يتوجب علينا أن ننشئ خلية متكاملة من العيادات المتنقلة لكي تقوم بدورها ومعالجة في معالجة الناس. أنشأنا عيادات متنقلة تزور القرى، وعيادات متنقلة تغطي المناطق النائية. طبعا لم تمنعنا عورات الطريق الجبلية من الوصول إلى القرى النائية التي لا تصل إليها الخدمة الصحية، أو بالأحرى معظم الوحدات الصحية الموجودة أو المراكز الصحية كانت مغلقة، لم يتم تأهيلها باستثناء الوحدات الصحية والمراكز الصحية التي تم تأهيلها من قبل الهلال الأحمر الإماراتي وتأسيسها بالأساس الطبي ودعمهم كذلك بالمالية. طيب يا دكتور علي، يا دكتور علي، هذه المناطق المحرومة هل ستستفيد من هذه الخدمات فعلا؟ حقيقة كانت المناطق هذه شبه منعزلة، لا توجد بها أي نوع من أنواع الخدمات الطبية. الناس في تلك المناطق قد تصل بالشخص إلى الوفاة قبل نقله إلى أقرب مرفق صحي أو نقله إلى المدينة لكي يتلقى العلاج والرعاية الصحية. بعد إنزال فريق مشي لتطرف لنا الرؤية كم عدد القرى الموجودة في المناطق الجبلية، قمنا بترتيب حملة لزيارة هذه القرى ومعالجة الأمراض المنتشرة في أوساط المواطنين لتقديم الرعاية الصحية الطبية لهم. طيب يا دكتور علي، نشاطاتكم القادمة إن شاء الله هل ستشمل العديد من القرى المحرومة؟ لدينا خطة مرتبة ومنظمة للرفع من المستوى الصحي في المنطقة، وهو عبارة عن توزيع عيادة مترقية أو القرى النائية التي لا توجد بها مراكز صحية ووحدات صحية لتقديم الخدمات الطبية، والفرق الأخرى في العيادات المتنقلة لديها زيارة مستمرة لمخيمات النازحين، بالإضافة إلى مسح المراكز والوحدات الصحية التي تم تأهيلها أو التي لم يتم تأهيلها بإيجاد كادر مؤهل لكي يقوم بالعمل داخل هذه الوحدات الصحية، ثم نقوم بعملية دعم المركز أو الوحدة الصحية على مرحلتين. المرحلة الأولى عبارة عن تأسيس للمراكز، والمرحلة الثانية دعمهم بالأدوية لكي يقوموا بعملهم ومباشرة تقديم الرعاية الطبية والصحية للمترددين في المناطق التي تحت نطاق الجغرافي للوحدات الصحية. طيب يا دكتور علي، هذه العربات المتنقلة هل ستسهم في الحد من انتشار الأمراض المتفشية حاليا؟ معظم الأمراض في الساحل الغربي نتيجة تغير الطقس
والمناخ ووجود الرطوبة والبرد والدخول في فصل الشتاء هي عبارة عن التهاب الجهاز التنفسي عند الأطفال، وهذا ما يتعرض له الأطفال كثيرا في هذه الأيام، والتهابات اللوز وانتشار الملاريا وحمى الضنك. طبعا قمنا بالنزول إلى القرى النائية تقديم الخدمة الطبية اللازمة لذلك، مع دعم المراكز القريبة من الكثافات السكانية العالية وتأهيلها مسبقا من قبل الهلال، سواء في الترميم أو تقديم الأجهزة والمحال المخبرية والأدوية اللازمة لذلك. يا دكتور حدثني، كيف تفاعل المواطنين معكم؟ صراحة كان ترحيبهم حار جدا، ولم يجدوا خدمات تقدم لهم بهذه الكفاءة، ونزول عيادة إلى القرى تفاجئ بهذه المبادرة الحسنة من خلال كون الخدمة كانت الأولى من نوعها. عادة المواطن يذهب إلى المرفق الصحي، لكن إذا حضر المرفق الصحي إلى قريته فهذا يعتبر خدمة نموذجية له لم يكن يتوقعها، وخصوصا مع توفير كافة الأدوية التي يحتاجونها مجانا. دكتور علي، أنا شاكر جدا تواصلك معنا وبركة جهودكم، وبإذن الله تستمرون في إداء مهامكم الإنسانية، أتمنى لكم المزيد من التوفيق. شكرا دكتور علي. دكتور علي رجعنا لك، أهلا وسهلا، اشتقنا للحوار معك يعني. تحياتي. دكتور، ما تأثير الصداقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي على الأشخاص؟ نعم، التأثير السلبي يعني ناخدها برضو الأطفال في الأول، الأطفال هيخلي عنده نوع من التكاسل التعليمي والتكاسل المعرفي، وهيخليه يبقى نظرته سلبية للحياة. المفروض الأطفال يبقى أكثر تفاؤلية وأكثر إيجابية للتعلم ورغبة الحياة. واختصار الموضوعات اللي على السوشيال ميديا إن هو بيلعب ببجي أو بيلعب ألعاب فيها هزايم وخسيرة ومكسب وخسارة، الأشياء دي بتعمل نوع من تعود السلوك اللي بنسميه السلوك الإحباطي. الإحباط، فتكرر الإحباط دي ده جزء كتير جدا بيتعلمه الأطفال، وكذلك الأمر المراهقين. المراهقين في مرحلة يا إما مشاهدة المواد اللي هي غير محبوبة، سواء المواد الإباحية وخلافه، فده أمر يعني غير مرغوب فيه وغير متناسق. كارثة أخرى طبعا، ده كارثة أخرى، وده عايز حلقة حلقات لأن فعلا الموضوع أكثر سلبية. طيب يا دكتور علي، عفوا، إذن هذه المواقع هي تنشر اليأس والإحباط لدى مستخدميها؟ نعم، ده تساهم في بشكل كبير جدا اليأس والإحباط، وتعليم سلوك خطر جدا بنسميه السلوك المقامري أو السلوك المقامر. سلوك المقامرة يعني من القمار ولعبة من ألعاب القمار اللي هي المكسب والخسارة. فبالتالي مش بس كده، رغم أنه بيشعر باليأس والإحباط، ولكن يعيد مرة تانية الألعاب دي أو يعيد مرة تانية المحادثات دي. جزء آخر علموه الناس اللي هو السلوك التنمري، التنمر ان هو يا اما يسيء للاشخاص معينين او يبدا يسيء لهم، يسيء سواء الاساءات الهويه او الاساءه العرقيه او الاساءه الثقافيه، فده شكل اخر من اشكال الاساءه. برضو جزئيه ثانيه للنساء، التربص بالنساء او ابتزاز النساء او الدخول في حياه الزوجين ويبدا بحصول مشاكل كثيرة. فبالتالي الموضوع الاستخدام السلبي للأشياء، دايما احنا بنقول حالة الوسط هي أفضل حالة، حتى احنا أمة كوسط أمة إسلامية في استخدام أي شيء يعني. طبعا الوسطية هي أفضل شيء، لا أنحدر إلى الشمال المفرط أو إلى اليمين المفرط، ولكن الوسطية هو الأفضلية الأمور. المرأة تعاني فعلا لما جوزها عنده تواصل اجتماعي مفرط، فحاسة بنوع من ما بنسميه الفراغ العاطفي. طبعا الفراغ العاطفي أو الجفاء العاطفي، الجفاء العاطفي وده الأمر السهل منه. ثم الخيانة الإلكترونية، وده بيعاني منه كتير جدا جدا من النساء، وهي بتخاف خاصة تقول، هتقول يعني أنا ما ينفعش أقول إن زوجي على علاقات خارجة مع ناس التواصل الاجتماعي، أنا ما شفتهوش،
ولكن أصبح الأمر خطير جدا لدرجة إن هي درجة كرهها وبغضها للأجهزة اللوحية الموبايل أو التابلت أو الجهاز اللوحي. عشان كذا عملوا كلمة سر والبصمة. طبعا خوفا ده المشكلة لو البصمة دي، لا ممكن البصمة كمان حاليا غير آمنة بالنسبة لهم. يعني تلفونات الرجال كلها بالبصمة بكلمة سر. طبعا لازم الاثنين، لأن لو بصمة بس وهو نايم وده حصل مشاكل خطيرة جدا. وتلفونك يا دكتور بالبصمة وكلمة سر كمان لأن بس معروفين أنا عامل بصمة للشريك بتاعي علشان عادي يعني أفهمه إن في رسائل بتجيني الرسائل دي أسرار فما ينفعش أسرار العملاء. طيب يا دكتور، طالما وصلنا إلى مرحلة الإدمان لهذه المواقع، هل هناك تدخلات علاجية عاجلة؟ نعم، في تدخلات كويسة جدا. برنامج العلاج للإدمان السلوكي معروف إن أنا أولا لازم أرجع لبيئة أخرى، بيئة بديلة لي، إن هو لازم يستمتع بالاتصال الحقيقي وليس الافتراضي. سواء ان احنا حاليا هجرنا الانديه، يعني حتى حاليا للاسف بنعمل اشتراك وعضويه في النادي غاليه جدا علشان نصور العضويه وما بنروحش اصلا، ووجودنا في الانديه اصبح قليل جدا. المنتديات الحقيقيه اللي كنا بنعرف منها الصادق من الكاذب وكنا بنتحلى فيها بالصدق، حتى كنا بنشارك معاناتنا للأشخاص وبنلاقي المساندة والدعم الاجتماعي. كثير جدا من الألام اللي احنا موجودين فيها بتحتاج لدعم ومساندة اجتماعية. حتى لما ورد في حديث ان عبد فلان مرضه ولم تزره، فده تخيل الحوار اللي ما بين العبد وما بين الله سبحانه وتعالى في ان هو عيادة المريض. اصبحنا عيادة المريض وزيارته من خلال التواصل الاجتماعي والرسائل التعزية، وان انا اعزي شخص او فقيد من خلال التواصل الاجتماعي. فاصبح الامر في نوع من الافتراضية المفرطة، لكن عايزين نرجع للموضوعات الحقيقية. الجزئية العلاجية ايه البدائل ليها؟ ان هو يرجع تاني وتواصل اتصال حقيقي مع الاشخاص، يتعلم مهارات تانية في التفاعل الحقيقي. التواصل الاجتماعي زود في حتة الرهاب الاجتماعي والخوف عند الأشخاص البالغين، إن هو ما يعرفش يقول خطبة أو يتكلم قدام الجمهور أو يتكلم قدام الناس، وده بسبب إن هو دايما عنده ساتر إلكتروني. الساتر الإلكتروني سواء بيتكلم من منصة الفيسبوك أو اليوتيوب وخلافه، وما عندوش مواجهة حقيقية للأشياء، فده أثر تأثير سلبي. من التأثيرات السلبية حاجة بنسميه الألم الاجتماعي. يمكن دراسة اتعملت أخيرا في جامعة إكسفورد بتقول إن الألم الاجتماعي ابتدى يزيد بسبب التواصل الاجتماعي. يعني حاليا كل الناس اللي على التواصل الاجتماعي لما للأسف حد بيعمل له رفض لصداقته أو بيعمل له حذف للصداقة اللي ما بينه أو مش بيعلق على المحتوى اللي هو عامله، فبيحس بالألم الاجتماعي. فإحنا بنقول لسه الحياة فيها ناس، أنت لو نزلت في الشارع في أي منتدى كويس أو أي شيء كويس هيفضل الأمر لسه في تواصل اجتماعي. حتى المحافل الدينية اللي معروفين بها في المجتمعات العربية تأثرت سلبا. بينا بنروح المحفل الديني عشان ناخد صورة في المحفل الديني وبنرفعها وخلاص، لكن ان انا اسمع خطبة كاملة دينية او ان انا اتواصل اتصال ديني حقيقي بالاشخاص اصبح الامر فيه تراجع. وبقينا نعول ده ان ده من مجريات العصر. العصر احنا اللي بنصنعه مش هو اللي بيصنعنا، دي حتة مهمة جدا. احنا اللي بنصنع التواصل الحقيقي واحنا كمان اللي بنصنع التواصل الافتراضي. لازم الواحد يغير شوية مما بدأه ويحدد وقت معين. المقاومة احيانا بتكون جزء مهم جدا، ان انا بقاوم نفسي، ان انا اقاوم رغباتي. فهل احنا فعلا عندنا استعدادية ان احنا نقدر نقاوم رغباتنا واشيائنا ولا لا؟ فزي اي حاجة علاج ادمان، ان انا يبقى عندي رقم واحد ان انا واعي نفسي، الاستخدام الجيد والاستخدام الايجابي للتواصل الاجتماعي. بعد الوعي ان انا يبقى عندي قناعات واصدق وعمل تصديق لهذه القناعات، اصدق جدا جدا ان انا مش اعتمادي او مدمن للتواصل الاجتماعي. انا عادي جدا اقفل الفيسبوك، انا عادي جدا اتواصل مع الناس حقيقيين واخرج واروح معاهم، حتى لو ما كانش في متعة اتخيل واصدق ان في متعة في التواصل الحقيقي، ونعمل جروبات دعم ان انا اشوف اصدقاء يا جماعة احنا لازم نتقابل في الاسبوع على الاقل مرتين، واعمل التواصل الحقيقي حتى في الشغل او في الدراسة او في الجامعة، يبقى في اتصال حقيقي وحوار حقيقي، ده كله هيساعد. كذلك الامر
المرأة تشوف أخوتها فين، تتواصل مع أخواتها، تتواصل مع جيرانها، ترجع للأعمال اليدوية اللي بتعملها، ترجع للمصنوعات الجيدة سواء من أكل أو حياكة وخلافه اللي بيها بتشارك السعادة وبتخلق البهجة في البيت. يسرني أن يكون معي عبر الهاتف الكاتب المتألق مازن رفعت. مازن يسعد صباحك. صباح الخير، صباح الخير كمان على المشاهدين الكرام، وصباح النجاحات اليمانية المتعلقة. أنت متواجد في المغرب اليوم؟ لا لا، أنا في عدن، أنا ما رحت المغرب معهم. ليش يعني تركوك يا مازن؟ لا لا، أنا معي يعني مشغول، معي عمل يعني مشغل فيه. طيب يا مازن، وكمان عندي مشكلة حتى الجواز حقي ما تقدرش. هذه مشكلة في الجوازات. هذه مشكلة الجوازات ها؟ مازن حدثني عن طبيعة الوفد المشارك في المغرب، خاصة وهي ليست المشاركة الأولى لكم. تقريبا شاركت في الولايات المتحدة، شاركت في الهند، شاركت أيضا في مهرجان أسوان، تقريبا في مصر شاركنا في عدة مهرجانات، يعني كان آخرها مهرجان عمان للفن العربي وكان فيه طبعا، كمان في مهرجان أسوان اللي كان برضه حصل على جائزة في هذا المهرجان، معك مهرجان سان دييغو للفن العربي، تم اختيار فيلمنا من قبل الجمهور الأمريكي، يعني اختيار من ضمن 11-12 فيلم عربي. يا مازن، ما هي الرسالة التي حملها الفيلم اليمني 10 أيام قبل الزفة؟ هي الرسالة تكون هي رسالة إنسانية، هي تتحدث عن وضع الإنسان اليمني وبالأخص كان في مدينة عدن ما بعد الحرب، وكيف إنه الحرب هذه لها أوجه عدة، يعني ليست الحرب حرب فقط رصاص، لكن هناك حرب اقتصادية، حرب معيشية وإنسانية وأخلاقية أيضا. صحيح. طيب يا مازن، هل واجهتكم صعوبات ميدانية أثناء مرحلة التصوير، خاصة وأن عدن كانت تشهد مشاكل أمنية في ذلك الوقت؟ نحن توقفنا عن دفع عصابات المشاكل، نتظن زي ما ذكرت أنت أن كان الوضع في عدن غير آمن يعني أمنيا يعني. لكن تفاجأنا، يعني كان توفيق من الله أنه يسر لنا جميع الأمور، أغلب المشاهد تصورت في شعب العيدروس، تفاجأنا أنه الناس هناك يسرون الأمور، يتعاونوا معنا بطريقة يعني من غير التقاط مطلق، البيوت فتحت أبواب لنا، الأمنيين هناك من الشباب اللي نحن نعرفهم يعني عدن سهلوا علينا كل الامور، فما في ما فيش اي صعوبات ميدانيه ابدا. الصعوبات اللي واجهناها فقط هي كانت في البدايه، صعوبات وقت الكتابه، صعوبات ان احنا نقنع الرعاه بانتاج الفن، هذه الصعوبات اللي نحن واجهناها بالبدايه. طيب على ذكر الرعاه، هل كان هناك دعم من جهات رسميه حكوميه؟ وزارة الشباب الرياضة والمؤسسة الاقتصادية ساهموا بالدعم أيضا، في كثير من الرعاة طبعا تخوفوا أو أخذونا حماس على محمل الجد، لأنه يعني اعتبروا أنه سلم في هذا الأوضاع، يعني استهزؤوا بالفكرة، ما تطلعش أنه ممكن إحنا ننجح، فالميزانية كانت ضئيلة جدا، يعني 30,000 دولار هذه ما تعملش إنتاج فيلم، ما تنتجش فيلم أصلا من فيلم طويل، لكن دعونا الله يعني بخبرة المخرج عمل زمان قدرنا أن نصور الفن بأفضل ما يكون. طيب يا مازن، أيضا لو تحدثنا عن فترة التصوير، تقريبا هي كانت فترة قصيرة جدا، كنتم تسابقون الزمن من أجل الإنتاج ومن أجل أنه يخرج الفيلم بشكل مميز رغم ضيق الوقت. أيوة صح، الكتابة طبعا أخذت 4 شهور. 4 شهور. أربع شهور الكتابة أخذت. وفترة التصوير تقريبا شهر. فترة أيوة. التصوير شهر. فترة التصوير أخذ شهر. أيوة. كان يعني نشتغل نحن تحت يعني نسابق الزمن ونشتغل تحت الضغط ضغط الزمن. طيب يا مازن، فيلم 10 أيام قبل الزفة
هل هو إحياء للسينما اليمنية من جديد؟ يعني كما نعلم الأفلام التي سرقت قبل القصة يعني كانت تعتبر أفلام نخبوية، تمام، يعني أفلام مهرجانية ليست تجارية، يعني تم عرضها اليوم في أفلام عرضت اليوم، عرض أفلام عرضت الأسبوع بدعوات عامة وسوي لها الناس ثم تشارك في مهرجانات عالمية، هذا كان متعارف عليه. لكن شرعيا قبل القصة تقدر تقول على انه الفيلم اول فن تجاري جماهيري، هو الفيلم الذي الان وضعنا فيه حجر الاساس لصناعه السينما التجاريه. يعني المواطن يدفع ثمن التذكره لدخول لمشاهده فيلم محلي. طيب يا مازن، الظروف الصعبه التي كنتم تمرون بها هل كانت حافز ان تواصلوا ابداع انتاج هذا الفيلم؟ بالضبط، هي كانت حافز. أننا قبل هذا الفيلم كتبنا مسلسل أخذنا نحن 8 شهور، يعني جهد ذهني ونفسي كبير. بعد كده بدأنا نعد المواقع، بدأنا نعمل فرازات للممثلين، حصلت حرب بين 3 أيام بين القوى السياسية، أدت لي أن هذا الفيلم المسلسل لا يستمر ويتوقف. فأصبحنا طبعا بإحباط كبير، يعني بعد 8 شهور من المعاناة احباط كبير يعني. لكن الاحباط هذا ما استمرش معنا، يعني نحن كان شعارنا لا تراجع للاستسلام، يعني نكون او لا نكون. فعلى طول فكرنا نحن عمل فكره مجنونه فيلم، يعني هي كانت فكره كده، لكن نحن لا فلأنا نعمل حسي ولا اننا نرضح للواقع ونستسلم. فقررنا نمشي في هذا الطريق والحمد لله التوفيق كان من الله. يا مازن، سؤالي الأخير لك، هل ستبقى عدن منارة لإحياء الفنون الثقافية؟ طبعا الحمد لله، يعني عدن ظهر فيها المسرح، ظهر فيها السينما، يعني كانت أول مدينة بالجزيرة العربية اللي عرض فيها مسرح، وكذلك عرض فيها السينما، أول مدينة عرض فيها السينما في الجزيرة العربية. فعدن من زمان كانت هي عاصمة للثقافة وللفنون، وكثير من المثقفين الشماليين يعني كانوا يأتوا إلى عدن لإنتاج منتجهم الفني والثقافي. كثير من المثقفين والفنانين ظهروا في عدن بعد ما يعني كانوا يهربوا من نظام الإمامة، فكانت عدن هي الملجأ وهي المنبر لهم. للأسف، لكن الحمد لله بعد عام 90 طبعا حصل انه راحت الاضواء كثيره على عدن، وتعرضت للتخريب، تعرضت للتهميش، كثير من المسارح ودير السينما اغلقت. لكن الحمد لله يعني بهذا المشروع البسيط اللي قمنا انا وعمر وكثير من الشباب يعني اللي لهم حظ لهذه المدينه ان يعيدوا لها علاقها، ف أنتجنا فيلم في قاعة أفراح، يعني ليس دور سينما، لكن هي نهلة تكون دور سينما. نحاول أن في هذه الخطوة نعيد الألف من جديد لعدن، ونقول فيها كلمة أن عدن لا زالت حاضنة للثقافة وهي منبر الثقافة في اليمن، وستظل عدن هي نبضنا، قلبنا النابض بالحب والسلام دائما. مازن، أرجو أن تنقل خالص تحياتي للمخرج عمرو جمال والجميع طاقم العمل وللوفد المشارك في كازابلانكا. أتمنى لكم المزيد من التقدم في مشاريعكم القادمة بإذن الله. مازن رفعت، كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. رجعنا لك يا دكتور علي. أهلا وسهلا بيك. غاوي أفلام؟ طبعا أنا مهتم جدا بالثقافة وتقييم الأفلام وتقييم الشخصيات، وبشارك في عدة أعمال وورش عمل في تخريج السينما والمسرح وبالتقييم النفس والشخصيات، وبدرس كمان الشخصيات.
تابعت فيلم الممر. طبعا تابعت اجمل الافلام اللي انتجتها السينما المصريه. ده حقيقه وحقق ايرادات كبيره. بالضبط. وحاليا انا متابع مش بس كده، انا كمان بعمل نقد وتقييم لاعمال السينما العربيه عموما واعمال السينما الاجنبيه. يمكن حاليا كنت من يومين بكتب في الدستور عن الفيلم جوكر اللي هو انتاج هوليوود، برضو اتكلمت عنه. الأعمال السينمائية هي اللي بتعمل استنارة وتنوير مش بس كده، وتعمل انتماء وغرس القيم، زي فيلم 10 أيام قبل الزفة. أنا لو أتيحت لي الفرصة أو لو إن شاء الله كنت أعرف يا دكتور لازم أشوفه. هيعجبك يعني. أكيد أكيد يعني أكيد. اليمن غنية وثرية بالثقافة ومن زمان جدا، وتظل مصر رائدة التنوير في كل شيء في الوطن كلنا العربي. طبعا كلنا احنا مش حننافسكم في الأفلام. التكامل لا يعني التنافس، لكن عشان الصورة تبقى واضحة لكل مجتمع ليه هويته وثقافته وليه الإنتاجية والمشاركة بتاعته عشان تكون الصورة كاملة. فالثقافة اليمنية تشارك بأعمال المصرية، تشارك بأعمال الوطن العربي كله، يحصل فيه تكامل، فده اللي بيعمل نوع من الإنتاجية القوية جدا جدا. دكتور، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغرم بمواقع التواصل الاجتماعي، ما تعليقك على ذلك؟ طبعا، وهي اللي تخليه يبقى عنده نوع من الأخطاء الكثيرة جدا جدا، في سواء تويتر وتعليقاته السخيفة اللي قد تعرضه أنا ده حقيقة يعني اللي قد تعرضه للإحراج الاجتماعي في بعض الأحيان، واللي حتى خلت جمهور عريض جدا من يعني حيفشل في الانتخابات الجاية. من المحتمل يعني. طبعا من المحتمل لو ما استخدمش الشركات النشر النفسي والدعاية النفسية. المشكلة الأخيرة إن أول حد استخدم نظرية التوجيه السلبي الاجتماعي دونالد ترامب على حساب هنري كلينتون في الانتخابات الأخيرة، خلى معظم أعماله تعرض والتثقيف بتاعه يعرض وخطاباته تعرض للمجتمع الأمريكي، وده اللي خلاه للأسف يفوز. والدراسة دي دراسة نشرت حقيقة يعني واستخدمتها التايم، تقريبا مجلة التايم هي اللي اتولدت هذه الدراسة، وعلى ضوء هذا تم إغلاق الشركة الراعية للانتخابات اللي كانت راعية الحملة الانتخابية لي. طيب يا دكتور، لو تحدثنا ما هي البدائل المتاحة للابتعاد عن الإدمان لمواقع التواصل الاجتماعي؟ طيب، من البدائل المهمة جدا اللي المسابقات الحقيقية، يعني كان زمان في الشعر العربي أو أمير الشعراء، السباقات دي ومتابعتها كانت فعلا بتعمل رواج قوي جدا جدا لنشر ثقافة زي ثقافة الشعر اللي هو العرب معروفين بيها، الكتابة ده اللي كنا معروفين بيها. يمكن حتى كمان على ضوء فيلم 10 أيام قبل الزفة، السينما تأثرت سلبا بالتواصل الاجتماعي، أصبحنا ما غير الأول كنا بنروح السينما بنهتم بالمحتوى السينما بنهتم بالمسرح، فبالتالي لازم نرجع للجزئية دي. حقيقة لازم يكون في الدولة خاصة الوزارات المعنية زي الشؤون الثقافية اللي هي معنية بالثقافة، الدعوة والمسؤولين عن الدعوة التربية والتعليم، المؤسسات المعنية بالمجتمعات، ان هي تعمل رقم واحد توعية، تعمل جذب للأطفال، جذب للمراهقين من أعمال أو مشاركات في الإبداع، وتحسهم على المشاركة فيها، وبتسعى للتسويق هذا الموضوع حقيقة يعني. يمكن مصر حاليا هي رائدة المؤتمر الشباب ده بقدر الإمكان لتاني مرة على التوالي يتناول موضوع اللي هو التواصل الاجتماعي السلبي، وكان في فيلم فعلا عرض فيه إزاي يحصل توعية لأضرار التواصل الاجتماعي السلبي، إزاي تروح تلقى الخدمات والدعم النفسي للتواصل الاجتماعي السلبي، وفي الأخير الإرادة، لازم يكون عندك إرادة، لازم يكون عندك تصدق أنك أنت هتوقف فعلا التواصل الاجتماعي وتشتغل وتعد لنفسك، أعمل نفسك كده جدول، أنا النهاردة قدرت ما أقعدش غير نص ساعة التواصل الاجتماعي، فتدي لنفسك نجمة أو تدي لنفسك تفوق وتميز، أنت نفسا لازم تصدق في نفسك. طيب يا دكتور علي، مخرج البرنامج دائما بيغير الصورة البروفايل بتاعته في الحسابات، ليه؟ لو شفتها اعرف هو ليه. هل هو يعاني ليه دائما بيغير الصورة نوع من القلق نوع من التميز؟ احيانا المخرجين بيكون عندهم، انا اللي بعمل له قلق برضه، واحيانا المخرجين رغبة الابداع، دائما الابداع ده، انا الصورة دي حلوة لا تغيرها لا في صورة احلى، المقارنات، ويبدأ برضه يقيس يشوف أكتر صورة أخذت
تعليق او اخذت لايك، فبالتالي يقول اه دي الصوره دي كويسه، فنساله مين اللي اخذ لك الصوره دي؟ لو ما كانتش المدام هي اللي واخده الصوره، لا هو مش متزوج يعني. هو مش متزوج نساله مين اللي اخذ لك الصوره. فده اللي بيفرق، او ايه المحتوى الكونتنت اللي انت حاطه، الصوره اللي انت حاطها دي صوره لايه، عشان انت تغير هل بطبيعه الحال والحال المزاجيه، ونعرف هل هو عنده بيعاني من تقلب مزاجي تقلب عاطفي، ونقدر من والله شوف تقلب عاطفي دي اتوقعها يعني اتوقعها برامج مش متجزم يبقى في تقلب عاطفي. بنوجه لها التحيه طبعا مخرجنا اشرف عقيل صاحب اللمسات الفنيه والابداعيه دائما. تحية. دكتور علي الحوار معك شيق، تحياتي. انا كنت اتمنى انه نطول اكثر بس احنا داهم من الوقت، بس اتمنى انه نشوفك اكيد في حلقات قادمه باذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير ليك، وعايز اقول لك ان ما بين النوعين الأكثر ضررا وسلبية للتواصل الاجتماعي المرأة هي اللي بيقع عليها الضرر والسلبية، فحذاري أيتها المرأة في الإفراط في استخدام التواصل الاجتماعي، لأنك أنت أكثر ضررا بهذا الموضوع. هتزعل الستات مننا؟ لا ده أنا بقول لها ده لمصلحتها بس، عشان ما يجيلهاش ضغط ولا سكر ولا تزعل مننا بعد شر عليهم. بعد شر عليهم، احنا عشان كده بنحافظ عليهم، احنا بننصحها. شكرا لك يا دكتور علي، تحياتي لي. سيداتي سادتي، وهكذا وصلت معكم إلى ختام هذه الساعة البرامجية. أيها الصباح اليماني، ما أجمل فيك الأمل، وما أجمل أن نراك نقطة للانطلاق من جديد. نطوي صفحات الماضي لنفتح بك صفحة جديدة، فهل يا ترى أيها الصباح يكتمل يومك على الأمل الذي رسمته؟ أعزائي المشاهدين، نتطلع إلى يوم متميز عبر متابعتكم لبقية برامجنا ونشراتنا الإخبارية القادمة. في أمان الله.